السلام عليكم شباب قناة مصر الوطن العربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا هعرض عليكم مجموعة تمارين حساسات في حل مشكلة كل واحد فيكم للتخلص من ترهلات منطقة الصدر، وكمان للتخلص من تراكم الدهون في منطقة الصدر في 7 أيام. قبل أي حاجة زي ما احنا متعودين دايما، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناة وشير للفيديو عشان خيركم يستفيد ويلا بينا نبدأ الفيديو. منطقة الصدر بتعتبر من أكثر مناطق جسمنا اللي بيتراكم فيها الدهون بكل سهولة، وكمان بتعتبر من أصعب المناطق جسمنا اللي بيصعب التخلص من الدهون المتراكمة فيها. ودايما بشوف بنات وشباب كتير جدا بيعانوا من مشكلة تراكم الدهون في الصدر، وكمان بيعانوا من مشكلة ترهلات الصدر، وما بيبقاش عندهم الحرية ولا القدرة على إن هم يلبسوا اللي هم عايزينه، وفي لبس معين طبعا بيتمنوا إن هم يلبسوه، بس للأسف بسبب المشكلة اللي هم فيهم وهي مشكلة ترهلات الصدر وتراكم الدهون في منطقة الصدر ما بيقدروش يلبسوا اللبس ده، فدايما بيلجأوا للهدوم الواسعة. فأنا مش عايزكم تقلقوا خالص، وعايزكم تطمنوا كده من ناحية كل حاجة، لأن في مجموعة تمارين أنا هعرضها عليكم، والهدف من التمارين دي يا جماعة إنها تساعد في حل مشكلة كل واحد فيكم للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة الصدر، وكمان للتخلص من ترهلات الصدر. وكمان التمارين دي هتساعد في إنها ترفع منطقة الصدر وتشده للأعلى. ودلوقتي هنعرف مع بعض إيه هما التمارين دول، يلا بينا. من قبل ما نشوف التمارين دي مع بعض، في حاجة مهمة جدا احنا بنعملها دايما قبل التمرين، وهي تمارين الاحماء او تمارين التسخين. والهدف من تمارين الاحماء او الهدف من تمارين التسخين ان هما بيمنعوا حدوث الاصابات في التمرين، وكمان بيمنعوا حدوث تصلب العضلات في التمرين. فمجموعة التمارين للاحماء او التسخين اللي انا هعرضها عليكم دلوقتي انصحكم انكم تعملوها قبل اي تمرين يخص منطقة الصدر فقط، تمام؟ يبقى التمرين ده هنعمله، او المجموعة التمارين اللي انا هعرضها عليكم اللي هي خاصة بتمارين الاحماء هنعملها مجموعتين في 10 عدات، تمام؟ ودلوقتي نشوف مع بعض ايه هو اول تمرين، يلا بينا. ودلوقتي هنعمل مع بعض اول تمرين يخص تمارين الاحماء او تمارين التسخين. وزي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، الهدف من التمرين ده او من التمارين اللي انا هعرضها عليكم ان هم بيمنعوا حدوث الاصابات في التمرين وحدوث تصلب العضلات في التمرين. اول تمرين ده هنعمله مع بعض مجموعتين في 10 عدات، وللمره الاخيره باهلها لكم. التمارين اللي انا هعرضها عليكم دلوقتي حالا تخص منطقة الصدر فقط، يعني لما يكون عندكم صدر او تمرين صدر في اليوم ده تعملوا التمارين الاحماء اللي انا هعرضها عليكم دي، تمام؟ يلا بينا نشوف اول تمرين. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول اللي بيخش تمارين الاحماء او تمارين التسخين اللي هو الهدف منهم ان هم بيمنعوا حدوث الاصابات في التمرين، وكمان بيمنعوا حدوث تصلب العضلات في التمرين. وانا اسف لو كنت بعيد الكلام مره واثنين وثلاثه، بس انا بعيد الكلام كتير ده عشانكم انتوا، عشان تفهموا وتعرفوا انا بعمل ايه، وكمان عشان تعرفوا ايه الهدف من ان احنا دايما بنعمل تمرين الاحماء او تمرين التسخين قبل التمرين. وللمره الاخيره الهدف منهم ان هم بيمنعوا حدوث الاصابات في التمرين، وكمان بيمنعوا حدوث تصلب العضلات في التمرين. ومجموعة تمارين الإحماء اللي أنا بعرضها عليكم دي خاصة بتمارين الصدر فقط، أو خاصة باليوم اللي أنتوا عندكم فيه تمارين الصدر، تمام؟ دلوقتي هنعمل مع بعض التمرين التاني، والهدف من التمرين التاني ده برضه إن هو بيمنع حدوث العضلات أو بيمنع حدوث تصلب العضلات في التمرين، وكمان بيتخلص من الدهون بنسبة قليلة جدا في منطقة الصدر، تابعوني. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول والتمرين الثاني اللي بيخصوا تمارين الاحماء، هنعمل دلوقتي مع بعض التمرين الثالث. والهدف من التمرين الثالث يا جماعه ان هو برضه بيمنع حدوث الاصابات في التمرين، بيمنع حدوث تصلب العضلات في منطقه الصدر، وكمان بيتخلص من الدهون المتراكمه في منطقه الصدر السفليه، تمام؟ التمرين ده هنعمله مجموعتين و10 عدات، تابعوا. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول والتمرين الثاني والتمرين الثالث اللي بيخصوا تمارين الاحماء، هنعمل مع بعض دلوقتي التمرين الرابع والاخير في تمارين الاحماء اللي انا قلت لكم انها بتساعد في منع حدوث الاصابات في التمرين، وكمان بتمنع حدوث تصلب العضلات في التمرين. والتمرين ده هنعمله برضه زي ما قلت لكم اي تمرين احماء هيتعمل مجموعتين في 10 عدات، تابعوني.
وبعد ما عملنا مع بعض تمارين الاحماء اللي بتخش منطقه الصدر، والهدف من التمرين دي انها بتمنع حدوث الاصابات في التمرين، وكمان بتمنع حدوث تصلب العضلات في التمرين. فايا كان اليوم اللي انتوا هتلعبوا فيه، ولو عندكم تمرين صدر سواء تضخيم تنشيف تنحيط رفع شد، ايا كان كل ما هو متعلق بمنطقه الصدر، انصحكم انكم تعملوا تمرين الاحماء اللي انا عرضتكم عليها دي قبل التمرين ب 10 دقائق او بربع ساعه. وفي حاجه تانية برضو مهمه جدا من قبل ما نبدا التمرين دي مع بعض، وهي انكم هتجيبوا استاذتين ميه علشان نتمرن بيهم، لان في بنات وشباب كتير جدا ما عندهمش وقت ان هم يروحوا للصاله الرياضيه او يروحوا لاي مكان رياضي. فدايما التمارين المنزليه انا بنصحكم انكم تستعينوا باستاذتين الميه اللي انا عرضتها عليكم، علشان استاذتين الميه دول بيعتبروا هم البديل او الحل الوحيد بدل الطنابل اللي بتبقى موجوده في الشم او بتبقى موجوده في الصالات الرياضيه. واغلب الناس فعلا دايما بيكلموني بيقولوا لي يا كابتن او محمود اي حاجه، احنا طبعا كلنا اخوات زي بعض، بيقولوا لي ما فيش حل مثلا البديل الدمبل او بديل البار، لان انا ما بيبقاش عندنا وقت بسبب الدراسه او بسبب الشغل او بسبب اي حاجه تانية بتشغلهم في حياتهم. فانا حبيت اسهل لكم الموضوع وابسطه لكم، وزي ما قلت لكم هتجيبوا استاذين ميه فيهم ميه طبعا ما يبقوش فاضيين، ودول للناس اللي ما عندهاش وقت او الناس اللي وقتها ضيق وما فيش وقت انها تروح الشم او تروح الصاله الرياضيه. تمام، ودلوقتي هنبدا مع بعض اول تمرين، يلا بينا. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده احنا هنعمل مع بعض التمرين الاول، والهدف من التمرين الاول ده يا جماعه ان هو بيتخلص من الدهون المتراكمه في منطقه الصدر، وكمان بيتخلص من الترهلات اللي بتبقى موجوده في منطقه الصدر بعد ما احنا بنحرق الدهون. طبعا طبيعي جدا انه بيحصل ترهلات في منطقه الصدر، لان الدهون كانت محشيه جوه الكلت فبترفع الصدر لفوق، فلما احنا بنتخلص من الدهون الصدر بتحس بترهلات فيه. تمام، برضه الهدف من التمرين ده مش بس بيحرق دهون، لا التمرين ده كمان هيشد الترهلات ويرفع منطقه الصدر لفوق. طبعا ده حلم كل البنات وحلم كل الشباب اللي بيعانوا من مشكله الترهلات. التمرين ده هنعمله اربع مجموعات في 20 عده. بس من قبل ما نبدا التمارين دي مع بعض حابب اقول لكم ان التمارين اللي انا هعرضها عليكم هتعملوها 7 ايام، يعني كل يوم هتتمرنوا، وبعد ال7 ايام بالظبط ان شاء الله انا بوعدكم بتمنى لكم انكم هتلاقوا نتيجه ممتازه جدا وتغير ملحوظ بشكل كبير جدا جدا. والتمرين اللي احنا هنعمله مع بعض دلوقتي 4 مجموعات في 20 عده، تابعوني. ما تنسوش تجيبوا الاستاذين زي ما انا قلت لكم. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه بعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول هندخل دلوقتي على التمرين الثاني. الهدف من التمرين الثاني وانه استهدافه برضه نفس استهداف التمرين الاول، ان هو بيتخلص من الدهون المتراكمه في منطقه الصدر، بيتخلص من الترهلات ويرفع منطقه الصدر بيشده للاعلى. التمرين ده برضه هنعمله 4 مجموعات في 20 عده، واي تمرين انا هعرضه عليكم دلوقتي هتعملوه 4 مجموعات في 20 عده، تابعوني. اهم حاجه يا جماعه في التمرين ده بالذات انه وانتوا بتنزلوا تحت تنزلوا بالراحه، ولما بتطلعوا فوق بتطلعوا بالراحه برضو، وتقفلوا صدركم للاخر وتقربوه من بعض على قد ما تقدروا، علشان التمرين ده مفيد جدا جدا في شتى منطقه الصدر. تمام، تابعوني. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول والتمرين الثاني هندخل دلوقتي على التمرين الثالث. التمرين الثالث يا جماعه ممتاز جدا جدا جدا، بيشط منطقه الصدر ورفع منطقه الصدر للاعلى. واما بالنسبه انه بيحرق الدهون دي، فالتمرين ده ما بيحرقش دهون مثلا زي التمرينتين اللي انا عرضتهم عليكم، بس الهدف من التمرين ده ان هو بيشط منطقه الصدر وبيرفعها لفوق بشكل مبالغ فيه جدا، وهتلاقوا نتيجه يعني ايه، هتلاقوا تغير ملحوظ بعد ما تعملوا التمرين ده. زي ما قلت لكم التمرين ده هنعمله برده 4 مجموعات في 20 عده، وللمره الاخيره هتلعبوا التمارين دي كل يوم لمده ساعه او ساعه الا ربع، وبعد 7 ايام هتلاقوا نتيجه ممتازه جدا. ولو انتوا حبيتوا تستمروا على التمارين دي دايما استمروا عليها، ما فيش اي مشكله خالص،
لانها تحافظ على منطقه الصدر. تابعوني. هنجيب الستان الميه دول زي ما انا قلت لكم في بدايه الفيديو، هنقربهم من بعض كده زي ما انتم شايفين. تابعوني. وبعد ما عملنا مع بعض تمرين الاول والثاني والثالث، هندخل دلوقتي على تمرين الرابع. التمرين الرابع ده مهم جدا لانه بيركز على كل حته في منطقه الصدر. تمام. التمرين ده يا جماعه هو تمرين الضغط. طبعا كلنا عارفين ان اغلب البنات ما بيعرفوش يعملوا تمرين الضغط بسهوله، فانا هبسط لكم واسهل لكم الموضوع. واللي انا هعمله لكم دلوقتي نفس الثبات التمرين الضغط اللي هو العادي. تمام. التمرين ده هنعمله 4 مجموعات في 20 عده. تابعوني. اهم حاجه وانتوا بتلعبوا يا جماعه رجلكم تبقى مرفوعه كده زي ما انتوا شايفين، وركبكم تفضل ثابته على الارض. تمام. يلا تابعوني. ودلوقتي بعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول وتمرين الثاني وتمرين الثالث وتمرين الرابع، دلوقتي هندخل على تمرين الخامس والاخير. الهدف من التمرين الخامس يا جماعه ان هو بيتخلص برضه من الدهون المتراكمه في منطقه الصدر، وبيرفعها وبيشدها لفوق، وكمان بيتخلص من الترهلات. والاهم من اللي انا قلت عليهم دول يا جماعه ان التمرين ده بتساعد بيقرب الصدر لبعض، لاني احيانا بشوف في بنات وشباب صدرهم بيبقوا متباعدين عن بعض، ما بيبقوش قريبين من بعض بالشكل ده، لا بيبقى في فراغ ما بينهم كده في النص. تمام. فالتمرين ده انصحكم انكم تهتموا بيه كويس جدا، وهنعمله برضه 5 مجموعات في 20 عدة. تابعوني. بس من قبل ما نبدأ التمرين مع بعض، في حاجة مهمة جدا حابب اني اوضحها لكم واقول لكم عليها، وهي انكم لما تيجوا تطلعوا بدراعكم قدام تقفلوا منطقة الصدر جامد قوي كده زي ما انتم شايفين يا جماعة، لأن القفلة دي بتعمل انقباض في منطقة الصدر بتقرب العضلتين من بعض. تمام. تابعوني. وده بقى احنا خلصنا مجموعه التمارين اللي انا عرضتها عليكم. وزي ما قلت لكم التمارين دي هتعملوها كل يوم لمده ساعه او ساعه الا ربع، لحد ما تخلصوا التمارين اللي انا عرضتها عليكم، وتعملوا العدد من 1 ل 20 عده و4 مجموعات. وبعد 7 ايام باذن الله بوعدكم وبتمنى لكم انكم هتلاقوا نتيجه ممتازه جدا وتغير بشكل ملحوظ. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا النهارده. زي ما احنا متعودين دايما، اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت يعلق كومنت تحت وعقاب عليه باقرب وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، يوتيوب، فيسبوك، تويتر، انستجرام. وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه وشير للفيديو لو عجبكم عشان خيركم يستفيد. وكمان ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. واتمنى انكم تدعموني وتتفاعلوا معايا عشان بفضلكم بعد فتره ربنا اوصل لحلمي. السلام عليكم.